رح بلش مع إيميلي نصار وهي أيضا نقيبة موظفي هيئة أوجيرو عبر زوم. صباح الخير ست إيميلي. صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم للي مش عم بتابع القصة، قصة إضراب أوجيرو، اليوم شو المشاكل الأساسية أو ماذا تطالبون به بشكل أساسي من أجل يعني فك هذا الإضراب وتفادي الأزمة بأوجيرو؟ أول شيء نحن الإضراب تبعنا هو إعادة تقييم الرواتب لموظفي هيئة أوجيرو، وخاصة بعد الخسارة اللي تكبدوها الموظفين لغاية 95% من المعاشات تبعيتهم. اللي صدر بالإعلام من هذه الفترة واللي عم ينحكى عنه في قسم راح للرواتب للموظفين هو لنسكر سنة 22 من المفعول الرجعي عن سنة 22. نحن حاليا بوضع كل يوم عن يوم عم نخسر، والمعاشات تبعيتنا عم تخسر من القيمه تبعيتها، فنحن عم نحاول نرجع نظبط نتفي هذا الوضع. في مراسيم صدرت بمجلس الوزراء ممكن تعطي شويه نفس اذا بدك لحتى نقدر نحن نكمل شغلنا مثل ما لازم، مثل ما كنا عم نعمل 7 ايام بالاسبوع. فحتى هيدي المراسيم في تلكؤ بالتنفيذ تبعها، وعلى طول بيطلعوا لك بحجه وبهيدا، طلعوا بالمراسيم بدهم يامنوا الاعتمادات لحتى نقدر نشغل. هاي وحدة منهم. اثنين، في المستشفيات، في الاستشفى، في الطبابة، في المدارس، في كل هالتقديمات اللي كنا ناخدها وبعد لهلا نحن ما اخذناها، يعني حتى عن سنة 22 ما اخذناها. ف كرامة الموظف مش انه يشحد لا معاشه ولا يشحد حياته، فنحن مضطرين انه نكمل بهذا الموضوع. بس عم بيقولوا لكم انه اليوم هذه المشكلة هي من ضمن كل القطاع العام، يعني هي مش فقط حصرية لموظفي أوجيرو. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل موظفي القطاع العام عم يجوا كل يوم؟ انا بفهم وضعهم، بتامل الكل يتفهمنا نحن كمان. نحن ما فينا ناخذ ولا نهار فرصه، انتم بتعرفوا لما بنضرب نحن اول نهار المشاكل كلها بتبين، فالفعل على الارض نحن عم نشتغل الاداريين تقريبا والبعض من الفنيين 5 ايام والباقي بيشتغل 7 ايام بالاسبوع، وفي عنا دوامات خاصه ب 24 ساعه. طب هدول كيف بدنا نأمنهم؟ المعاش تبعهم بيقضي بس بنزين تيروحوا ويجوا على شغله؟ يعني كيف بدهم يدفعوا قسطات اولادهم؟ كيف بدهم يدفعوا اكل وشرب؟ كيف بدهم يدفعوا الكهرباء اللي هن عم بيدفعوها كمان مثل غيرنا؟ كل الدوله اخذت التعريفه تبعيتها بالعمله الاجنبيه من الاقتصاد، من المي، من الكهرباء، من الهيدا، الا الموظف بعده عم بيحاسبوه على ال 1005 ويقولوا له في عنا ازمه. طب ما انتم عم تفرضوا انه الاسعار تطلع بنفس الوقت، انتم عدلوا لكم معاشاتكم، ما بقى بعد على يعني جرى تعديل بالمرة السابقة عندما أضربته. المرة السابقة لم نحن بعد ما أخذنا شيء، نحن علقنا الإضراب بس كرمال المواطنين. نحن لحديت اليوم بعد ما أخذنا شيء أي اعتمادات من أي مراسيم صدرت. بعدنا لهلا عم نحاول نرجع نظبط الوضع. اللي قالوا عنهم انه اخذناهم ال 129 مليار اللي انذكروا بالاعلام هن عن سنه 22، ما لهم علاقه نهائيا بسنه 23 ولا بالمعاشات تبعولنا. هدول حطوا الاموال اللي كانت الفروقات تبعت سنه 22. طيب انتم اليوم شو المطلب بشكل اساسي؟ لانه ممكن يروحوا على يعني مثل ما صار مع القطاع العام مساعدات، ام انتم بدكم تعديل بالرواتب بشكل اللي عم بتحدثي عنه انه يضمن حقكم؟ كخطوة أولى لنقدر نرجع نكمل تنفيذ السريع للمراسيم اللي صدرت، لنرجع نقول إنه قدرنا نحن نحافظ شوي على كرامتنا تنكفي إعادة تقييم الرواتب. هيدول نحن إعادة تقييم الرواتب عنا شغلة أساسية وضرورية، ما فينا نضل ناطرين، بس في شيء بده خطوات طويلة وفي شيء بده خطوات قصيرة. تنفيذ المراسيم بأسرع وقت ممكن بيضمن شقفة من حقوق الموظفين، وخاصة إنه تتضمن كمان قسم من المساعدات اللي طالبينها للمدرسة. طيب اليوم كمان يؤخذ على موظفي أوجيرو أن أنتم اليوم اللي حصل أنه اليوم هذه المؤسسة تدفع ثمن 30 سنة اللي صار، والجزء اللي بيطالكم اليوم كموظفين أنه اللي أدخلوا اليوم الأحزاب بشكل أساسي حشوا كثير عدد من الموظفين الفائض داخل هذه المؤسسة، وبالتالي اليوم الدولة بعد هذا الانهيار لا يمكنها أن تتحمل كل هذه الأعباء.
خلينا نحكي قطاع الاتصالات بحد ذاته هو قطاع متجدد يوميا، يعني بده شغل دايم، بده تطور دايم، بده متابعه دايم. اذا انت ما بتضل عم تتطور مع التطور اللي عم بيصير العالمي بتصير اوت ديتد، يعني بترجع لورا. فمشان هيك كل ما انت بدك ناس تشتغل بهذا القطاع حتى تطور، بدك خبرات ذو كفاءات عاليه حتى تضل موجوده بالقطاع. بس كل اللي ادخلوهم الاحزاب ال 2018 ادخلوا حشو، يعني كانوا كفاءات ولا كمان تنفيعات كان؟ أنا ما بعرف بالتوظيف، أنا بعرف الأشخاص اللي عم نشتغل معهم على الأرض عم بيعملوا واجباتهم على أعلى مستوى، اللي عنده مشاكل ففي حدا تاني حاسبه، مش عنا نحن، نحن الأشخاص يعني كل إدارة هي بتعرف مين اللي قادر يعطي شغله ولا لا، أنا بحكي من الأشخاص اللي بعرفهم واللي عم يشتغلوا، في ناس كتير عم تشتغل على الأرض، نحن مش بس بدنا ناس تشتغل بس عندها شهادات، بدك ناس تنزل على الجوار تتركب خطوط فايبر، بدك ناس تطلع على أعمدة حتى تركب خطوط تليفون للعالم، يعني عندها تقنيين، عندك فنيين، عندك إداريين، عندك كل هيدول موجودين بحاجة لهم القطاع ليمشي القطاع، لأنه القطاع منه بس أنه نحن بس نطلع فاتورة ونقعد، في عندك تطور جديد عم بيصير من ناحية الفايبر أوبتيك، في عندك تطور عم بيصير من ناحية الإنترنت وكيفية توصيلها للعالم والأشغال اللي عم بتصير، هذه كلها بدها مراقبة ومتابعة وبدها يد عاملة موجودة بقلب القطاع. لا خليني أشير هون أنه أنا السؤال انطلاقا مش من تقليل من أهمية اللي عم يتعاملوه كموظفين واللي عم يشتغلوه كمان بموظفي أوجيرو، بس عم بشير لنقطة اللي كان اللي حصل التعيينات قبل الانتخابات بال 2018 لعدد كبير من الموظفين اللي بيتحملوا مسؤوليته، حتى مش اللي هن يعني اللي تم توظيفهم، بيتحمل مسؤوليتهم الأحزاب اللي وظفت بهذا القطاع وأثقلت مؤسسة أوجيرو بهذا الشكل. طيب في نقطة أساسية اليوم يعني اللي حكيتي عنها أنه اليوم كل الخدمات بالدولار، في اليوم 60% من قطاع الانترنت عم يتزود بشكل من أوجيرو للقطاع الانترنت غير الشرعي وبيرجعوا ببيعون للناس بالدولار. هيدي الأرقام صحيحة أنه 60% اليوم من خدمة الانترنت عم تتوزع بهالشكل؟ خليني أركب إذا بدك السيناريو. أوجيرو هي اللي إنه تعطي الانترناشونال إيوان أو اللي هي بالحد الأدنى عم تأمن استجرار الخطوط الانترنت الدولية صحيح. عبر وزارة الاتصالات. الشركات الخاصة بتجي بتقدم طلبات، هالطلبات بتصدر بموجب قرارات صادرة من وزارة الاتصالات على هيئة أوجيرو إنه هي تنفذها. فكل هيدول بتمرق عبر وزارة الاتصالات. الشركات اللي عم تاخذ هيدي الانترنت هي اللي بتشوف وين عم بتروح عبر طريقها لطريق الغير شرعي وكيف عم بتوزع الانترنت الغير شرعي. لانه ما في شيء بتركبه أوجيرو شيء اسمه انترنت غير شرعي، أوجيرو بتعطي الشركات المرخصة وهون المراقبة بين المرخصة كيف عم بتبيع الخطوط تبعيتها. في ناس هون بدها تعمل قطاع مراقبة هدول الأشخاص كيف لازم يرجع يضبطهم. هي غير شرعي وشرعي بنفس الوقت، لأنه أنا اللي عم بحكي عنه هو فارق السعر. إذا عم تاخذي أنت بسعر من أوجيرو وترجع تبيعي، ليش ما بتم بيعه مباشرة للناس وبتستفيد اليوم أوجيرو من هذه العائدات وبتقدر تحل لكم يعني تحل مشكلة الموظفين؟ بس كمان في شغله، أوجيرو ما بتقبض الا بموجب العقد اللي صاير بينه وبين وزاره الاتصالات، كل الاموال التي تجبيها الوزاره باكملها هي بتروح لوزاره الماليه منا تابعه لهيئه أوجيرو. لنوضح هذا الوضع. اثنين، اللي بيقدموا الطلبات اللي هن مرخصين بيجوا على أوجيرو، أوجيرو بتنفذ لهم الطلبات تبعيتهم وبتحط لهم الفواتير تبعيتهم وبيدفعوا. هن كيف بيتصرفوا بهيدي الانترنت وكيف بيبيعوها، في جهات رقابيه لازم تكون موجوده وتتابع شغلها على الارض. نحن بننفذ بس القرارات، اكيد نتمنى كل العالم تمرق عبر القطاع، وانما كمان بدك تشجع القطاع الخاص، بس اذا القطاع الخاص بده يطلع زياده ويربح زياده هون الجهات الرقابية هي المسؤولة. في سؤال ست إيميلي بينطرح اليوم، هل أنتم كموظفين وكنقابة اليوم عندكم خطة لمراجعة التوظيفات لإصلاح هذا القطاع؟ يعني عندكم إسهام بهذا الشأن، مش فقط مطالبة بتعديل أو تحسين الأجور؟ المحاسبة لا تتم عبر النقابة، المحاسبة تتم عبر الإدارة. هذه وظيفة
دارا نحن بنشوف اذا لحق ظلم باي موظف عنا ليش وكيف وشو وضعه لحتى نقدر نتابع له هذا الملف تبعه. انا ما في اتحمل اخطاء السياسه اذا بشكل عام كيف وظفت اوجيرو، انا في اتابع الملفات للي انظلم بقلب اوجيرو او في عليه اي شكوى او اي شيء، هذا واجب النقابه انه ترجع تتابع فيه، وانما الاشياء الباقيه والثواب والعقاب هو موجود بكل المؤسسات. طيب اليوم بتواصلكم اليوم مع مدير عام اوجيرو وعماد كريدي وزير الاتصالات، شو وعدوكم اليوم؟ شو التصور للحل برأيك؟ اللي وعدوكم فيه؟ كخطوة أولى هو التسريع بتنفيذ المراسيم اللي طلعت من وزارة الاتصالات، مرسوم المعيشة، مرسوم المساعدات الاجتماعية وبدل النقل. يعني إذا أقرون اليوم مجتمعين هلأ مع وزير الاتصالات، إذا أقرون وسرعت الحكومة أنتم بتنحل المشكلة معكم اليوم؟ أمن الاعتمادات كيف ولو أقرون بدك الاعتمادات تبعيتهم تصال على الهيئة، إذا ما وصلت الاعتمادات على الهيئة أنا بصير فيه مثل ما صار فينا من شهرين، تبنوا المطالب تبعنا، أوكي نحن معكم وإنما ما قبضنا شيء لغاية اليوم، يعني إذا ما نحن عم نتحرك على الأرض ما حدا عم بيوصلنا أي أموال موجودة. طيب بعد نقطة رح ناخذ هلا، خلص يبدو الاجتماع مع وزير، إذا بتطلبوا لنا وزير الاتصالات شباب جورج جونيل القرم. طيب اليوم بعد نقطة ست أميلي قبل ما أخذ وزير الاتصالات وشوف شوف الحل معه، هل أنتم اليوم عم تخسر، يعني في حديث كان أنه اليوم عم تخسر هذه المؤسسة نتيجة تراجع المداخيل، وحكيتي بأول مداخلتك أنه هي بحاجة إلى خبرات يعني وعمل نوعي، هل عم في خسارة يعني اللي عدد من الكفاءات إذا فينا نقول بقلب مؤسسة أوجيرو؟ في ناس اكيد اذا عم بيصح لها انه تقدر تترك او تاخذ اجازه وتظهر تشتغل برا تتامن عائلتها حقها يعني، بس اللي بعدهم ضميرهم على الوطن بعدهم عم يشتغلوا بهالمؤسسه وخايفين على المواطن وعلى الوطن وعلى اقتصاد العالم اللي موجود. طيب اليوم قديش اليوم في عدد السنترالات اللي وقفت نتيجه هذا الاضراب؟ ابتداء اليوم كان عم بيقول المدير العام كريدي انه اليوم رح يتوقف عدد كبير من السنترالات. لك هيدول انا الاشياء التقنيه هالقد الاداره خليكي معي ست اميلي رح ارجع معك لنعلق على كلام